قناة عصافير الجنة للأطفال تقدم لكم سلسلة علم طفلك الحلقة السادسة. السؤال أكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، الجواب ثقيلتان في الميزان، قلبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. السؤال: اذكر سيد الاستغفار. الجواب: سيد الاستغفار ان يقول العبد: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. رواه البخاري. السؤال: ما تقول قبل النوم؟ الجواب: بسمك اللهم أموت وأحيا. السؤال: ما تقول بعد الاستيقاظ من النوم؟ الجواب: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. السؤال: ما تحية الإسلام؟ الجواب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟ الجواب: باليد اليمنى. السؤال: متى تقول بسم الله؟ الجواب: قبل الأكل والشرب، قبل دخول الخلاء، قبل دخول المسجد، بعد الخروج منه، قبل خلع الملابس. السؤال: متى تقول الحمد لله؟ الجواب: بعد الأكل والشرب، بعد الإغراس، بعد كل نعمة في كل حال. السؤال: ماذا تقول لمن عطس وحمد الله؟ الجواب: يرحمك الله. السؤال: ماذا تقول لمن قال لك يرحمك الله بعد الإغراس؟ الجواب: يهديكم الله ويصلح بالكم. السؤال أكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. الجواب: يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. السؤال: ما أحب الأماكن إلى الله؟ الجواب: المساجد. السؤال: ما أفضل أيام الأسبوع؟ الجواب: يوم الجمعة. السؤال: ما أفضل يوم في العام؟ الجواب: يوم عرفة. السؤال: ما أفضل ليلة في العام؟ الجواب: ليلة القدر. السؤال: ما أفضل الشهور؟ الجواب: شهر رمضان. السؤال: ما أعياد الإسلام؟ الجواب: عيد الفطر وعيد الأضحى.